الناس للأسف بتتصور إن طالما طلعت معاش مش هتتحاسب على أي مخالفة عملتها وهي في الخدمة. اللي احنا فيه ده كله تحت راسها. ما كنتش عارفة إنك خفيفة قوي كده. مش لاقية غير جميلة الألف وتكلميها. ماما على الله بس تعرفي تجيبي جون المرة دي. تاكل فراولة؟ أنت الكلام معاكي يقل ليما. هتهربي فين؟ أنا مش عايزة تأذي. أنا عمري ما عملت حاجة غلط في حياتي. واللي جميلة بتعمله هتدفع ثمنه غالي جدا. وأنا لما بحط حد في دماغي بدوس عليه. شفت المصيبة اللي احنا فيها؟ أنا ابتديت مشوار وهكمله بالآخر. جميلة في رمضان على قناة مصر الأولى.